هاي، كثير منكم بيحتاروا اي كريم اساسي نقيته يتناسب مع لون بشرتهم ما يطلع افتح او اغمق. خليكن معي اليوم تنحكي عن البشره الحنطيه وفرجيكم اي كريم اساس وبلاش بناسبها اكثر شيء. رح استعمل اليوم انجلوت فاونديشن لونه بين الفاتح والغامق، يعني وسط مناسب للبشره الحنطيه. رح مده بالسبونج عطول إذا ما عنا أشياء حبوب بوجهنا أو أشياء imperfections، يعني لازم نستعمل الأكثر foundation fluid سائل، يعني منه سميك أبدا، بس هيك تنعطي تغطية رقيقة للوجه. على المنخار ما نكتر، عطول ما منكتر foundation لأنه دغري ببين السميك كتير. فينا نحط منه نفسه للفاونديشن هيدا تحت العين لأنه كتير رقيق، يعني ما رح يعطي سماكة تحت العين، واللي بيبقوا من فوق نرجع هيك بالسبونج. هيك بنعمل هيدي الحركة على الوجه لنتأكد انه الفاونديشن كله فات بالبشرة وما بقى في شي مجمع برا، وخصوصي على زوايا المنخار. هلا اذا حابين انه بشرتنا تكون ناشفه لازم نحط فوقها كومباكت باودر، اما اذا حابين انه تضلها هيك فيها لمعه خفيفه فينا نخليها بهيدا الفاونديشن بلا باودر. رح فرجيكم بالحالتين، اذا ما نخليها هيك مع هيدا اللمعه بلا كتير فاونديشن بلا كتير ما تكون مبينه ناشفه، ناخد برونزر. اليوم عم بستعمل الشانيل، بنحط دغري هيك على الخدود وعلى الخفيف لما منحط كتير على البراش، بنقطع هيك على المنخار على الجوانب وشوي على جوانب الوجه. هلا إذا حابين إنه تكون البشرة أكثر مبينة مات، يعني إذا كان بشرتكم من النوع اللي شوي بتزيت، يعني لازم شوي نحط باودر كومباكت. اليوم عم بستعمل الشيسيدو كومباكت باودر، بس كمان فينا نعمل لها أبليكيشن نحطها بالبراش، يعني مش ضروري بالسبونج. هيدا الشي بيعطي لوك ناشف أكثر للوجه هيك، حتى اذا كان شوية طقس شوب او اذا بشرتكم بتزيت زيادة، هيدا الشي بيمنع انه يبين الوجه عم بلمع كتير. ولكن على طول بنضلنا بنفس التون، يعني اللون بدنا ننقيه ولا غامق ولا فاتح حتى يتناسب مع بشرتنا الحنطية، حتى ما يفتحها ولا يغمقها. نضلنا يعني اذا غمقها يغمقها درجة واحدة، مش كتير تغمق حتى ما يبين كتير فرق بين وجهنا ورقبتنا وجسمنا. نرجع بعد ما نحط باودر فينا كمان نرجع نزيد شوية بلاشر. أما إذا كان بشرتكم جافة فينا نضل بس على الفاونديشن ونحط فوقه هيدا البرونزر اللي عم حط منه هلأ وبيكفي، بس أهم شيء إنه يكون البرونزر بس يعني درجة أغمق أو درجتين ماكسيموم أغمق من الفاونديشن تما يبين كتير يعبق الوجه ويبين كتير أسمر. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، إذا عندكم أي أسئلة أو ملاحظات تركوا لي إياها بخانة التعليقات، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وتعملوا لي فولو على فيسبوك وإنستغرام.